مسيك الوالد فصحت له بالكهرباء فهمت ثلاث ايام مسوق باش برمي جاي من نابل بيت في الكهرباء هاك الكهرباء وليت له فيا عمي كملت انا شكيت بيك باش نخلصش فلوس ومن بعد الحارس في راضي سامحني عديني انا تعديت بحذاء قال لي يقف ما وقفش لقى ثلاث كراب خلطه وراي كملت في حتى استخلص ما وقفتش كملوا خلطه وراي جيت يا في تونس وليت ولا عايش جيت يا محلال عايش كلمت قبيلك شويه قال لي لحشتي بيك انت بالكهرباء انا شكي بيك عسلام عسلام شنو احوالك والله ليش بقول لاباس شفام مش بيك والله مسيك الوالد فصحت له بالكهرباء فهمت ثلاث ايام مسوق مش برمي جاي من نابل من بيت بيت في الكهرباء هاك الكهرباء اكريتوني ما قال لك شيء وليت له فيا عمي كملت انا شكيت بيك باش نخلصش فلوس ومن بعد فهمت كيف ولا الحارس في راضي سامحني عديني انا تعديت بحذاء قال لي يقف ما وقفش لقى ثلاث كراب خلطه وراي كملت في حتى استخلص ما وقفتش كملوا خلطه وراي جيت يا في تونس وليت ولا عايش جيت يا محلال عايش انا قعدت هارب ولا مشيت خبيت في خرق القانون هذايا خرق القانون الناس كل خرق القانون راه مشكلين انا انا برجلي عز بيك ام بابا مسكين الدار عشكا بيا نسيت لي هارب بوكش باش تقول له تا باش ترجع له الكهرباء ولا والله كلمت قبيلك شويه قال لي لحشتي بيك انت بالكهرباء انا شاكي بيك شنو رايك؟ لا كو وعلاش عملت هكا؟ والله حبيت اتفرج من الاول قلت كيف قالك حياة مرة واش ثلاث ايام من الاول تسد ليك راه ودور لها فلوس احنا ولاد لحوم هو مش الا بحذايا هوكم دورنا ليسونس صاي قلنا خلينا نمشي ندور فهمت نحوس شوية اتفرج من نهار الاول نهار الثاني صاي تو كي يخلط عليك بوك لهنا ماهوش باش ياخذ تكلمته فهمت ديجا الحاكم قاعد يحصل فيه الحرس حرس المرور فهمت شدوك شنو باش يعملوا نورمالمون يفك الكهرباء فهمت كيف يفك الكهرباء وتصير لنا في محكمة هكاك ماكش نادم اللي عملت هكا لا ولا نادم خاطر اللي ركبته معي ما يستاهلوش ولا علاش بيهم كاين ما راوليش بيا وفهمت خلاني جعان ولا ثلاث ايام ما كنت شاي شاي صايب ولا شيء مالك كيفاش ليسونس في الكهرباء الكهرباء ما بيا بلان لا صبينا من نابل احنا طول عبينا ب 60000 ما نلقاو شهادتنا احنا مشينا طول جبل لحم جبل لحم قعدنا نفهم عندي فم اولاد نعرفهم قعدت بحذاهم كنيت راس والله خايب بابا زميل على فكره راه بابا زميل شرطه بابا مشيت فيها مشيت فيها مش تعشش اطلب أبا طلب واحد شنو هو؟ حزوا عليا في الضوء الموضوع هذا والله هذاك حل شكون باش يحز عليك الحاكم واش يحز عليك انت خوك مزيانه هكا والدنيا ولا يحنوا علي ولا يحنوا علي والله انا ما نجمش نفضيلك انا ولا الحل مشكور الحل نتصرف انت ماكش 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 تطلب السماح من بوك اطلب السماح على المباشر السماح والله ايش حاب تقول له ماذا بيا يسامحني ولا ولدك صغير بابا غلط عمري 17 عام كيف صغير وغلط مره ذي غلطنا ما عادش نعاودها سابك بابا لا اسمح على شو هذه اسمح كلمة رجال كلمة رجال برجولي سامحني كي تشوفني وطلبني مش هرب اي روح كاو